لو الحكاية فيها إن فيديو. نروح بعد كده للعقرب. العقرب النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس معاهم، ومطلوب بس من مواليد العقرب النهاردة ان هم يركزوا اكتر على اهدافهم وما يسيبوش الحاجات الصغيرة تعطلهم. كمان مطلوب من العقرب ان هم ياخدوا حذرهم في التعاملات الاجتماعية والعائلية، يعني ما يدخلوش في اي حوارات شائكة تؤدي لصدام.